نسولك على على تحفه كان صديقك حامي واحد القيطار. لا 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 للتوضيح 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 اللي مفهوم الصداقه عندي عنده ابعاد كبيره. الصديق هو اللي كنتشارك انا وياه على ارض الواقع، كنتشاركوا الحلوه والمره، اما اصدقاء المواقع فهذه ليست بصداقه. باش نكون واضحين، اصدقاء المواقع هذه راه ماشي صداقه. وبيني وبينه القضاء، القضاء الذي يسيء له ليل نهار، القضاء اللي كيحرض عليه هو والعصابه ديالو، لان هاد الناس هادو عصابه اجراميه، وكما سمعتوا معنا في المحكمه اليوم شنو تقال، هاد الناس هادو عصابه اجراميه يشتغلون عبر اليوتيوب، لا نعلم من يمولهم، انما الايام القادمه كفيله انه تبين. فانا لا يشرفني هؤلاء يكونوا اصدقائي، وبيني وبينهم القضاء المغربي، القضاء العادل النزيه. وشوف الله كما قال صاحب الجلاله نصار الله، اللهم كثر حسادنا. اوكي، انما شوف انا عاده تنبغي نتعاطى مع امراه بحالي بحالها، انما لو انا شوف انا كنقول انت لك تي راجل المغرب، فين حنا؟ حنا ياك حنا في المغرب في كذا، في امام المحكمه الزجريه، اجي للمغرب فك مشاكلك مع اشخاص قبل مشاكلك مع مؤسسات، عاد ترجل في اليوتيوب، هذه الرجله اللي كنعطيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.